أفرحكم وأفرح الناس اللي يتابعونا. طبعا الناس اللي أرسلت تبرعات بأسماء الشباب وغيره، بس حطوا نقطة ولا أي شيء عشان بس أتذكرها. طيب يا إخواني، أول تبرع وصلنا اليوم، وينه 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 وينه، أطلع يا حبيب، أيوة اذكروا الله، قولوا ما شاء الله، الله يبارك له في حلاله وماله، 70,000 ريال. وتبرع ثاني 20,000 ريال. وتبرع ثالث، ترى والله كلها وانا جاي، 70,000 ريال. ما شاء الله والله يا اخواني، ترى هذه كلها وانا جاي. الاخوان بشروني فيها ورسات، طبعا في مجموعه تبرعات بقولها، لكن يا اخواني لبه، اي نعم نعم، ما شاء الله تبارك الله يجعلها في، ترى يا اخواني هذه من 3 اشخاص فقط. تخيلوا انه كل من اعطاه الله المال ودفع له مبلغ بسيط، شوف كيف بنوصل، هل بنوصل لراعي 70 ولا ما بنوصل؟ احنا وياه نبي نوصل كلنا ونغطي، وباذن الله شوفوا ان شاء الله على الحركه اللي على الحسابات شغاله هاليومين. انا اوعدكم اذا الله احيانا ما اجل احد الا ببشاره تعجبكم باذن الله. الله كريم، تجي بسبب بشاره قويه، انت يسرت على جيه الجمعه فباذن الله خير. بنخليك تجي قبل فقرتك تبشرنا، بيجيك بشاره ان شاء الله تجي قبل، خلها بالفقره، لا قبلها من قوه البشاره ما عاد. يا رب عينك ان شاء الله، نبي نفرح يا اخواني والله. يا اخوان شوف، ترى الناس اللي ماسكين الحساب ترى لا تتوقعون بيجاملون يقولون في حركه وما في حركه، لا تتوقعون ابدا، بالعكس يقولون الا والله انكم نايمين وتحركوا، صحيح ولا لا يا اخوان؟ هذا الكلام. فيقولون هاليومين الحركه، يا ربي لك الحمد والله انها مبشر. اللهم لك، اذا كان فقط 3 اشخاص كم وصلوا؟ 160,000 فقط 3 اشخاص. الله، بقول بقيه التبرعات بعد شوي، وفي تبرعات جت باسماء متسابقين وبيقولها ان شاء الله. وانا ودي اذا مخرجنا يسمعنا الجميل، خلونا اليوم مع هالمطر نفتح اتصالات اللي بيعلم تبرعه او بيتكلم على وقف. احنا مره مره قلنا نفتح اتصالات وسحبنا، طلع اخواني راعي سحبات، ذكروني تكفون والله يا سحبات يا واجد.